خير يا مصلحي. اسمع قرموطي. نعم. انت تشوف لك حل في الواد ابنك ده. معلش انا عايزك تصبر عليه شويه، الواد خام لسه واخلاقه زي البنت البكر، اخلاقه وتربيته هم اللي مضيعينه. اخلاقي ايه يا قرموطي؟ شوف بس يا مصلحي سيبهولي وانا هدردحهولك شويه. لا ابوس ايدك ما تدردحوش اكتر من كده. استنى فهمني بس يا مصلح، اصل انا عارف ابني، انا قسيت على الواد ده في التربيه قوي، الواد طالع مؤدب زياده عن اللزوم. الواد اقول لك ايه، الواد لو شافني دلوقتي ما يعرفنيش. ما يعرفكش ازاي يعني؟ لانه ما بيحطش عينه في عيني، 10 سنين بكلمه عنيه في الارض. انا مش عايز اقول لك الكبيره اول امبارح مش عارف عمل حاجه غلط كده، رحت شخط فيه شخطه عملها على روحه. يا قرموطي الراجل ده بيقول لك ايه على الصبح؟ عشان شكل كده هنعملها معاه النهارده. ده اللي بيعملها على روحه يا قرموطي. ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت عايز توقع بينه وبين ابن ام صلحي ولا ايه؟ مين اللي قال بيعملها؟ ما انا عايز اعرف مين اللي قال الكلمه دي، عشان ده لو انتشرت في الناس ده مش حلوه ليا. مش انت، مش انت ممكن يضيع فيها رياله. مش انت يا عم، انا اللي عملتها على روحي. تعالى بس كده خلاص اوعى ايدك. لا انا هاخد بنتي واسيب البلد كلها من تحت راسكم. الله يحرقكوا بجاز، هي ولعت من شوية. يا جدع روح ربنا يولع فيك وفي كرتتك والحصان بتاعك في ليلة واحدة، اتكل على الله. يلا وادي وحيد حضر الشيشة بتاعتي.